السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناه شاف صفاء ام اروى. مني نزلت لكم البوفيه ديال لانيفرسير ديال التوام ديالي، طلبته مني باش نبارطاجي معكم هاد لي كيش اللي فيهم الجنجلان، زرعت الكتان وخضار على حسب الرغبه. انا درت الطماطم المجففه ودرت الفلفله الحمراء حتى هي، الدجاج والشامبينيون، وكل وحده وعلى حسب الرغبه ديالها. فالى عجبكم تفضلوا نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. غادي نحتاجو 300 غرام ديال الدقيق الابيض مخلط مع معلقه صغيره ديال الملحه والقليل من بودره البصل الاختياريه ماشي ضروري، واحد ربع كاس ديال الحليب او الماء بارد، 150 غرام ديال الزبده تكون بارده، والقليل من الجنجلان او زريعه الكتان او بجوج بهم او اللي بغيتو نتوما. اول حاجه غادي نديروه هي غادي نخلطوا الزبده مع الدقيق ديالنا. بحال اللي قلت لكم الزبده تكون بارده، غادي نبقاو كنخلطوهم برؤوس الاصابع ديالنا. غادي نحاولوا ندخلوا الزبده في داك الدقيق. كيف ما لاحظتوا معايا هنا لاباط بريزي ما درتش فيها البيض وكتجي زوينه زوينه بزاف، كنتمنى ان شاء الله تجربوها. كنبقاو كندخلوا الزبده بحال اللي قلنا في الدقيق حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي هو مرمل. ديما كنتاكدوا واش ما بقاتناش الزبده في الدقيق، هذه شي حاجه مهمه. صافي من بعد كنضيفوا الحليب او الماء بارد بحال اللي قلت لكم، يعني كنحتاجوا القطرات اللي جا من العجين فقط. هنا عندي ربع كاس يكون وافي شويه. صافي كنبدا نجمع العجينه ديالي بحال هكا كيف ما كتلاحظوا. العجينه ديال البريزي ما كتدلكش، يعني كتجمع برؤوس الاصابع فقط. صافي من بعد ما جمعت لي العجينه غادي نديروها على طاوله العمل وغادي نخدموها شويه بحال هكا باليدين ديالنا، وغادي نحطوها على ورق الطبخ ونطلقوها. بالنسبه لهاد زريعه الكتان والجنجلان هادي شي حاجه ماشي ضروريه نهائيا، هادو الا بغيتو نتوما تزيدوهم وصافي، اما تقدروا ديروا لاباط ديالكم بلا بيهم. صافي دونك كنطلقوها بحال هكا وكنقبطوا واحد الدلاك وكنبقاو كنطلقوا العجينه ديالنا تكون شويه رقيقه كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ورق الطبخ يقدروا يديروا واحد البلاستيك ويبقاو كيطلقوا عليه العجينه، اولا يديروا شي تابي اللي عندهم ديال السيليكون ولا شي حاجه، غير باش العجينه كتساعدكم اكثر وما كتبقاش لاصقه لكم على طاوله العمل. هنايا غادي نحتاج بحال هكا واحد القطاعه كيف ما كتشاهدوا باش تجيني ساهله باش نحطها في لي مول ديالي. بالنسبه للناس اللي كتبغي تشوف هاد الزرارع يعني من برا من الكيش، فانا كنصحكم ديروا داك الزرارع يعني لاباط اللي فيها الزرارع في الاسفل ماشي هكا في الاعلى. انا تعمدت انني نديرهم هكا لداخل باش الدراري ياكلوا لي الكيش وما يبقاوش كيتهربوا، لان بحال اللي كتعرفوا ان الوليدات غير كيشوفوا شي جنجلان ولا شي حاجه ما كيبغيوش ياكلوا الحاجه. انا بعدا كنهضر على الاطفال ديالي، دونك الا بغيتوا المنظر يكون جميل اكثر فانا كنصحكم ديروهم من على برا بحال اللي كتشاهدوا هنا معايا الفوق. سبق لي درت دي طارتليت ودرتهم من على برا وجاو رائعين. صافي البنات كنمشيو بحال هكا. بالنسبه لهاد لي مول هادو عندي انا ديال السيليكون ودرتهم حتى في قوالب اللي هما حديديه، يعني نتوما لكم الاختيار. تقدروا ديروا حتى هاد يعني هاد العجينه هادي في مول اللي عائلي كبير وتهنيو راسكم كيجيو زوينين بزاف. غادي نخلي لكم الرابط ديال لي كيش اللي سبق لي وحضرت معكم. بالنسبه الى قطعتوا العجينه ولقيتوا ان ما فيهاش زرارع فسهله، كديروا واحد شويه الزرارع على طاوله العمل وكديروا بحال هكا العجينه ديالكم وهي مصاوبه مقاده، ما كيبقى لنا الا نلبسوها في المول ديالنا. غادي نكملوا بنفس الشكل حتى غادي نساليو العجينه كلها. غادي نمشيو نثقبوا لي كيش ديالنا بهذا الشكل هذا اما بعود الاسنان او فورشيت. ما غاديش يحتاج اننا نطيبوا هاد العجينه قبل، غنديروا فيها لاباغايا كيش وغنطيبوا في خطره. بالنسبه لاباغايا كيش غادي نحتاجوا 3 ديال البيضات، واحد العلبه ديال الكريمه ديال الطبخ اولا لا كريم فريش، يعني فيها واحد كنظن واحد 200 غرام ولا 180 غرام. غنديروا واحد قبيصه ديال خميره الحلوى اختياريه، هذه غير باش كيطلعوا لنا لي كيش مزيان. غنديروا شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار والقليل من الجبن المبشور حتى هو اختياري، يمكن لكم ديروه كيف يمكنكم تستغناو عليه. كنخلط يعني الكل بواحد الطراب يدوي على هاد الشكل هذا، وغادي نمشيو نشوفوا اشنو غادي نديرو في العماره. بالنسبه للعماره هنا درت شويه ديال الدجاج، هاد الحشوه هادي سبق لي وحضرتها معكم في فيديو سابق، غادي نخلي لكم الرابط الفوق. يعني فيه الدجاج، شامبينيون، طماطم المجففه،
والقليل من الفلفل الاحمر. بالنسبه للدجاج شرملته بشويه ديال الابزار، الملح، سكنجبير، ازير. غادي نخلي لكم الوصفه باش تشوفوا الطريقه كيف ما هي. غادي نعمر لي فون دو كيش بحال اللي كتشاهدوا معايا. كنبقى كنفتت داك الدجاج في اليدين ديالي باش كيجي صغير وزوين. وبالنسبه للحشوه كديروا اي حاجه عندكم في البيت، غير النصيحه اللي نقدر نعطيكم انكم الا درتوا الخضره ضروري ما تدوزوها في القليل من زيت الزيتون باش ما تطلق لكمش الماء في الكيش ديالكم ويخسروا لكم. يعني هذه نصيحه دائما كنصحكم بها، ودائما العمره ديالكم تكون بارده ما تكونش سخونه باش ما تضيع لكمش العجينه. غادي ندخلهم الفران مسخن من قبل على 180 درجه، الفران يكون سخون حتى يبانوا لينا تحمروا بهذا الشكل هذا واللون فيهم جميل جدا. غادي نتناولوهم بالصحه والراحه. كيف ما كتلاحظوا الشكل ديالهم هو هذا، كيجيو رائعين لا في المنظر ولا في المذاق. الا بغينا نحتفظوا بهم كنخليوهم يبردوا وكنديروهم في واحد العلبه اللي كتغلق باحكام ونحتفظوا بهم في المجمد حتى كنحتاجوهم وكنجبدوهم. كنتمنى هذا الفيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم. تبقوا على خير والى الفيديو المقبل ان شاء الله.